سلام البنات، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ بخير، كلشي على خير. كنتمنى تكونوا كلكم لاباس عليكم. مهم اليوم جيتكم بواحد الوصفه جديده، كيف ديما وصفه طبيعيه ما فيها حتى شي مواد يعني اللي كتضرب الجلد ديالكم، ومواد رخيصه كاينه في اي دار، يعني في اي منزل مغربي كاين هاد المكونات. ماشي شي مكونات، كاين جوج مكونات. مهم نبداو على بركه الله في الوصفه. غنحتاجو كاس صغير ديال زيت العود، زيت البلديه. انا خديت كاس صغير، الا عندكم كاس كبير يعني يمكنكم تاخذوا النص ديالو، صافي على حساب الكميه اللي بغيتو. وغناخذو خرقوم، معلقه كبيره او جوج معالق ديال الخرقوم البلدي. انا جبتو ها هو، ماشي اللي يعني اللي كيتباع هكاك مطحون، كتشوفوا معايا، جبتو هكا ودرتو في المهراج وعاودتو في الماكينه وغربلتو، حيت هذاك اللي كيتباع مطحون مره كنلقى فيه اللي بزار، مره كل مره كيفاش يعني هكا هو نقي، يعني على يدك ما عندك مناش تخافي. المهم كيف كتشوفوا معايا، غنحتاجو كيف قلت لكم الزيت، زيت العود والخرقوم البلدي، ونحتاجو واحد كاسروله ولا شي حاجه. المهم فاش ديرو، غنديرو هاد الخرقوم هو هنايا، معلقه كبيره عامره، انا درت معلقه ونص هكاك، وزيت العود. تخلطوا هاد المقادير، وغديروه فوق العافيه حتى يعني غير يبدا يغلي، تطفيو عليه، ماشي غتخليوه يعني يطيب، غير يغلي. كيف كتشوفوا معايا ها هو غلى، يعني غير يبدا يغلي تطفيو عليه، ماشي غتخليوه يطيب. غنخويه، وعندي جبت هاد الطاسه ديال الزاج، ها هي هادي، ما ديروش في الطاسه ديال الميكا، ديروا في الطاسه ديال الزاج. كتشوفوا معايا كتشوفوا معايا هو الطاسة ديال الزاج هذا. دابا غنخليه، ما غنديروش سخون للوجه، غنخليه حتى يهبط داك الخرقوم كله لتحت، يهبط ويبرد. المهم يبرد، هاد تبرد هاد الوصفه هادي، يهبط داك الخرقوم لتحت وطلع ديك الزيت من الفوق، وعاد دهنوها لوجهكم. هاد الوصفه هادي كتدهن اولا، نسيت ما قلت لكم وصفه لا ياش كتصلح. البارح درت لكم البقع السوداء والكلف، واليوم ديال الكلف بوحدو، الكلف اللي كيكون عنده يعني قديم، كيف قديم واللي كيخرج من بعد الولاده وفي الحامل وداك الشيء، ممكن يكون داك الكف كحل، هذا راه مع المداومه راه كيمشي، كيولي الوجه كيشعل. هذا كديريه فاش تمشي تنعسي، تغسلي وجهك مزيان، يعني تغسليه بالغسول اللي كتغسلي به الوجه ديالك، يعني اللي كتستعملي نتيا، تغسليه مزيان بداك الغسول، ودهني هاد الزيت، هادي دهني غير الزيت، يعني واحد هكا واحد ساعتين هكاك، فاش يهبط هاد الخرقوم هذا لتحت كتبقى غير الزيت من الفوق، غدهنيه لوجهك. المهم مده ساعتين لوجهك، وتغسلي وجهك كيف قلت لك في الاول، غسلي وجهك بالغسول اللي كتغسلي به، يعني ساعتين كيبرد، ما ديريش نهائيا يعني وجهك وهو سخون. المهم البنات، كنتمنى تعجبكم الوصفه ديالي ديال اليوم، وإلا نات اعجبكم كنتمنوا ديروا لايك الفيديو وديروا ابوني باش نستمروا معكم في وصفات طبيعية ان شاء الله بإذن الله. يلا البنات، صبحوا على خير، نتمنى تعجبكم الوصفة، يلا في امان الله حتى الوصفة الاخرى ان شاء الله.